بص انا بتكلم من حيث الامكانيات والقدرات، سواء المهاريه والبدنيه، الاخلاق داخل وخارج الملعب، ازاي وصلت للمكانه اللي انت فيها دي ودخلت نادي المئة وانت لعبت سنتين او ثلاث سنين في الزمالك بس، ولا لعبت زمالك واهلي طول حياتك، ولا خدت الدعم الاعلامي، لعبت كاس عالم، لا يعني امكانيات، بيلعب بيشوط برجليه اليمين برجليه الشمال، بيلعب بدماغه، رشيق رفيع سريع، في كل الامكانيات اللي ممكن، لكن مش واخد حقه عشان الاعلام مش مسلط الضوء عليه. كابتن احمد الكاس طبعا قيمه كبيره جدا من وجهه نظري، ومش واخد حقه. كابتن محمود الجوهري افضل مدرب في تاريخ مصر بلا منازع، وياتي اكيد من بعده كابتن حسن شحاته بالثلاث بطولات المتتاليه اللي عملها. لا وانا كنت في الاعلام، وفي نفس الوقت كنت هتولى تدريب فريق 2002 صح، وتم الاعلان عن ان انا كان كابتن احمد الحليم، وكنت قلت ايه انا نفسي ادرب، فكان ساعتها المستشار مرتضى منصور هو رئيس النادي، فابتدى يقولوا، لقيت بقى في السوشيال ميديا مقلوبه بقى، اه طبعا يا عم ما انت دلوقتي في الاعلام هتبقى معرفش ايه، ومستشار مرتضى يعني فاهم كلام بقى من هذا القبيل. قبل ما انزل اول تدريب قلت لهم خلاص انا مش مكمل، وسبت التدريب ورجعت تاني اكتفيت بالاعلام. ماليش في اللي هو العمل الاداري او كعضو مجلس اداره، او ما عنديش طموح في الحته دي خالص، وشايف ان ساعتها كان ارتباطي، انا ما كنتش لسه في قناه نادي الزمالك، ارتباطي بالنادي هيلغي مصداقيتي كبرامج محايده يعني، او في قناه عامه يعني، فعشان كده فضلت ان انا افضل في الاعلام. بس انا بص ضد القصه دي، لان يعني ممكن اعمل لك دلوقتي 15 تشكيل مثالي يعني، فلكن في لعيبه تاريخيين يعني، انا ممكن اجيب لك مثلا ثلاث لعيبه في نفس المكان تاريخيين، فما اقدرش احط الثلاث لعيبه في، لكن ممكن اقول لك مثلا احمد حسن عميد لعيب العالم يعني، انا هقول لك اسامي، ما انا مش هقدر اقول لك تشكيل لان التشكيل حرام حرام يعني، هو بيتكلم على تشكيل، اقول لك تشكيل هظلم ناس تانية، لكن عصام الحضري ده لا جدال عليه، بتتكلم بكرات ابراهيم حسن، باك ليفت عندك محمد عمار، وعندك احمد رمزي، وعندك ربيع ياسين، وعندك سيد معوض، ممكن اقول احمد رمزي، ممكن اقول احمد رمزي يعني. السرد باكات بقى عندك ابراهيم يوسف طبعا، ده نمره واحد ولا يعلى عليه، في وائل جمعه، في اشرف قاسم، في مدحت عبد الهادي، يعني صعب صعب والله صعب صعب. نص الملعب اسماعيل يوسف ومحمد شوقي، اتنين ديفندر لو هنلعب 4-2-3-1 مثلا، قدام محمد صلاح طبعا، ناحيه الشمال حازم امام، صانع العاب احمد الكاس، مهاجم حسام حسن.